يا مملكة الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كرايا لا يسوع. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا رجال من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسنية العباد الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. يا ريال يا صار. من أجل أبينا وبطريرك ثيوفلوس ورئيس كهنتنا فنديكتوس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام في المسيح وجميع الإقليرس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل حكام هذا الوطن ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لا إيصال. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال اللاوية وخصب الأرض بثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا ريال عيسان. من أجل المسافرين في البر والبحر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة أعضد وخلص واحفظ يا الله بنعمتك. يا ريال بعد ذكر الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا لأنه يليق بك كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آن دار الداهرين. آمين. بشفاة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاة شفاعة والدة الإله
نطلب كيريا لايسون وقد نخلص وارحم وحفظنا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا كليات القداسة الطاهرة الفاخرة بركات المجيدة سيدة معزلة دائمة البتولية والفائقة جمع القديسين والدة لله خلصنا حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس أنا وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين خلصنا يا ابن الله يا من هو عذابا قدسا لا نرى الآن وكل الأوان وإلى دار الدارين آمين يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائتين لقد اكتبلت أنت تجسدت لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلب أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدوس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا لايسون اعذر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر إليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دار الداهرين شهدك يا رب بجهاده نال ملك إكليل عدم البلا يا إلهنا فإنه أحرز قواتك فحطم المرض وسحق بؤس الشياطين الضعيف الواهي
فبتضرعاته أيها المسيح خلص نفوسنا إلا شهيدك يا رب بجهادنا لا منك إكليل عدم البلاء يا إلهنا فإنه أحرز قوتك فحطم المرض وصحك بس الشياطين الضعيف الواي فبتضرعاته أيها المسيح خلص نفوسنا بصوت عظيم قائلة إليك أصبو يا عروسي وإياك أطلب بجهاد وأصلب وأدفن معك بمعموديتك وأكبد الآلام من أجلك لكي أملك معك وأموت فيك لكي أحيا بك فتقبل التي ضحيت لك عن ارتياح كذبيحة اللعب فيها وبشفاعتها خلص يا رحم نفوسنا بما أنك للمسورين محرر ومعتق وللفقراء والمساكين عضد تجليت أيها المسيح الإله على الجبل فعينا تلاميذك مجدك حسب ما أعطاك حتى أنهم ما تبصروك مصلوبا أدركوا أن موتك طوعي باختيارك وكرزوا للعالم بأنك أنت شعاع أبي حق يا رب نطلب
ولك نفس المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. قدوسنا الله قدوسنا القوي قدوسنا الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، فإن الذين سبق فعرفهم سبق فحدد أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه حتى يكون بكرا ما بين إخوة كثيرين. والذين سبق فحددهم إياهم دعا، والذين دعاهم إياهم برر، والذين بررهم إياهم مجد. فماذا نقول في ذلك؟ إذ كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل أسلمه عنا جميعنا، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ من يشكي مختاري الله؟ الله هو المبرر، فمن يقضي علينا؟ المسيح هو الذي مات بل بالأحرى قام أيضاً، وهو عن يمين الله،
وهو يشفع أيضاً فينا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم جوع أم عري؟ أم خطر أم اضطهاد أم سيف؟ وكما كتب: إنا من أجلك نمات النهار كله، وقد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا في هذه كلها تشتد غلبتنا بالذي أحبنا، فإني لواثق بأنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات ولا أشياء حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. السلام لك أيتها المرنمة. هللويا 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 ما فلنستقم ولنستمع إلى قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. وعلى روحك. فصل شريف بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي: في ذلك الزمان سأل يسوع تلاميذه قائلين: لماذا يقول الكتب إن إيليا ينبغي أن يأتي أولاً؟ وقال لهم: إن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء، وأقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل صنعوا به ما أرادوا. هكذا ابن البشر أيضاً مزمع أن يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. ولما جاءوا إلى الجمع دنا إليه إنسان فجث له وقال: يا رب ارحم ابني، فإنه يعذب في رؤوس الأهلة ويتألم شديدا، لأنه يقع كثيرا في النار وكثيراً في الماء، وقد قدمته لتلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل الغير المؤمن، الأعوج إلى متى أكون معكم؟ حتى متى أحتملكم؟ هلما به إلي إلى هنا. وانتهر يسوع فخرج منه الشيطان، وشفي الغلام من تلك الساعة. المجد لك يا رب المجد والروح القدس الإله الواحد أمين. هذه الأيام أيها الأحبة في مجالس الصالونات وفي الأحاديث العامة يكثر الحديث عن الانتخابات، ونحن مقبلون إذن على هذه الفترة، فترة الانتخابات.
الانتخاب عملية أخلاقية ثم سياسية، ومن هنا روح المسيح له علاقة فيها. ولهذا قال داود النبي: آمنت ولذلك تكلمت. فكما أن ثمة أخلاق تتعلق بحياتنا العائلية، وأخلاق تتعلق بحياتنا المهنية وعلاقتنا مع الناس، فعلاقتنا بالوطن إذن أخلاقية، والسهر على الوطن والدولة إذن هو عمل أخلاقي. والواجب الأول هو مقاومتنا للفساد حسب قول الكتاب: حد من الشر وافعل الخير. الله لا يطلب منك فقط أن تبتعد عن المعصية في الحياة العامة، لكن أيضاً أن تحاول إبعاد الآخرين عنها. أكيد إذا أنت كنت طاهراً وألححت على الطهارة وناضلت، فسيحاولون أن يحاربوك، لأن كل من يقول الحقيقة يصلب. إذن تعوزنا الطهارة في موسم هذه الانتخابات. أنت أمام لوائح نشأت وتشكلت، هل تشكلت على أساس حزبي؟ وهذا ليس متوفراً في بلادنا كثيراً، لكن هناك حد أدنى للتنور السياسي لتقوم بعملية الانتخاب. فعلينا أن نتساءل: ماذا يمكن لهذا الإنسان أن يقدم خدمة للوطن؟ لمن هو وفاءه؟ لعشيرته؟ لدائرة الانتخابية؟ إلى مصالحه؟ هل ارتباطه إلى أحد التزم به؟ أو ماذا صنع في ماضيه؟ أم هو مرشح جديد؟ من هم حلفاؤه إذا وصل؟ إذن هناك سلوك. هل يتعاطى هذا الشخص الرشوة وواجب الأخلاقي أن تنبذه إذا كان يتعاطى الرشوة؟ لأنك إذا ارتشيت أيها المواطن أنت إذن منبوذ من الله، ذلك أنك تخون الوطن لأنك قبلت أن يأتي رجل غير أخلاقي ليمثلك في المجلس. فإن انتخبت أعرف برنامج هذا الإنسان وأخلاقياته. هناك تتم رشوات مباشرة وغير مباشرة تمارس عن طريق التبرع، وكثير منا نحن منساعد على الفساد،
منروح على النائب هذا مهندس انتخابات، خل نروح نلم له تبرعات ناخذ منه نكسب منه، هاي رشوه مش كويس، حتى لو كانت للكنيسه مش كويس. ما ببيع اذا انا الضمير ولا الاخلاق في هذا في هذه الطريق. انت انسان ناضج ايها المنتخب، وتعرف منطقتك جيدا. نحن يهمنا الوطن، والنائب يمثل الوطن، ليس من مرشح أن يكون طائفي. ما بيعنيني الطائفية ولا الإقليمية، بيعنيني هذا الإنسان بيمثلني بمثلك، بيمثل الشعب كله. والسؤال هو هون ليس من هو أنفع إلى جماعته أو طائفته، بل من هو أنفع لوطنه. انتخب من كان في المجال السياسي لا يعلي شيئاً على بلدنا، فإذاً بلدنا أمانة في أيدينا في صوتنا، حينما نعطي حق لمن يذهب هذا الصوت إلى المستحق أو غير المستحق، الذي يحب الوطن أو الذي يرتشي ويرشي. أيها الأحباء، نشكر محطة نورسات، هذه المحطة التي تنقل رسالة المسيح ورسالة الكنيسة إلى كل بيت في بيوتنا، والكل منا عم نتابع هذه المحطة، تحمل صوت المسيح، تحمل كلمة الإنجيل إلى أبنائنا، تستحق منا كل الشكر إلى هذه المؤسسة العظيمة، متمثلة برئيسها برئيستها وجميع العاملين فيها، سائلين الله العلي القدير أن يباركهم جميعا ويمدهم بالصحة والعافية لإتمام عملهم نقل رسالة الإنجيل إلى كل بيت. والنعمة والبركة معكم جميعا، أمين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين، نرفع لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس، لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. ليس أيها لأنك أيها الربنا Yeah.
أبانا وبطريركنا ثيوفلوس إلى ملك السماوي كل حين لنا وكل وان وإلى دار آمين. عبيد الله الموجودين معنا في هذه الكنيسة المقدسة المرتلين والمصلين فيها والذين يخدمون ويتعبون من أجلها والمحسنين إليها ورعيتها جميعكم يذكرهم الرب الإله في ملك السماوي كل حين لنا وكل وان دار الداهرين آمين. عبيد الله المتغربين عن أوطانهم والذين في الشدائد والضيقات والأمراض والمعتقلين والأسرى من أجل نجاتهم عبيد الله الذين ذكرت أسمائهم على مذبحك المقدس أحياء وأموات مع جميع أمواتكم في المسيح يذكرهم الرب الإله في ملك السماوي كل حين الآن كل وان دار الداهرين الآن وكل وان دار الداهرين Oh,
لنكمل طلباتنا للرب من أجل هذه القرابين المكرمة المضوعة إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع ومخافة الله إلى الرب نطلب يا ريالي من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا ربنا أوضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نارنا كل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة ربنا سأل استجب يا ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا ربنا سأل برزقك مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا ربنا السال استجب يا صالحات والموافقات لنفوسنا والسلام لكل العالم ربنا السال برزقك يا ريا أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المروب نسال استجب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله دائم البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح لله لك يا رب أيها الرب الإله الضابط الكل القدوس وحده المتقبل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونه من كل قلوبه تقبل منا نحن الخطاة طلباتنا قدمها إلى مذبحك المقدس اجعلنا يا رب أن نقدم لك قرابين وذبائح روحية من أجل خطايانا وجهلات الشعب أهلنا أن نجد نعمة أمامك لتكون هذه الذبيحة حسنة القبول لديك يحر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين وعلى كل شعبك لأجل رافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه مع روحك الكل قدس الصالح وصانع الحياة لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم وعلى روحك فلنحب بعضنا بعضا لكي نعترف باتفاق مقرين يا بن وابنان وروح القدس لنصغي أؤمنوا بإله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض
كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مجدود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنزينا تقديم القربان المقدس بسلام رحمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك اغذى قلوبنا فوق يا لنا عند الرب لنشكر الرب فأنه لما أتى وأتم كل التدبير الذي من أجله في الليلة التي فيها أسلم والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كل هذا وجسدي الذي أكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا آمين.
لمغفرة الخطايا. نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء يا يا من يا كرامه
بسلام صحيح موافى المكرم مجيد الايام وفضلك بتحققك باستقامتك. خلاص وإلا جميعنا والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن واعطنا فم واحد وقلب واحد أن نمجد ونسبح اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. ولتكن مراحم العظيم مخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا ومع روحك. هذا ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماوي المقدس راحة زكية رسل وضع النعمة الإلهية موهبات الروح سنطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق غضب خطر وشدة أعذر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم يا أن يكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطية الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل أن نتمم ما تبقى من زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منبر المسيح المرغوب نسأل بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع ذواتنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لا قيا أيها السيد المحب البشر إياك أن نودع كل حياتنا ورجاءنا ونطلب ونتضرع ونسأل اجعلنا أهلا لتناول أسرارك السماوية الرهيبة أسرار هذه المائدة الطاهرة الروحانية بضمائر نقية لصفع الخطايا غفران الذنوب ولشركة الروح القدوس ميراث الملكوت السماوي وللدالة لديك لا لمحاكمة ولا لدينونة. وأهلنا أيها السيد أن نترى بدالة على أن ندوك بن غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين المسافرين واشف المرضى يا طيب نفوس محبة البشر الذي أنت مبارك محبوب ومع روحك كل قدس الصالح والصالحة الآن وكل وان ولا في دار الدائرين أيها الرب يسوع المسيح أصغر مسكنك المقدس عاش مجدك ألوم أنت سيئة ونجزم الرضا الآب والأرض آمين يا الله اغفرني الخاطئ
يا الله خلينا الخاطوة الحمد لنصغي المقدسات للقديسين قدوس الوحدة واحدا ربا واحدا يسوع المسيح لمجدنا إلى أيها الرب يسوع المسيح إلهنا يا ينبوع الحياة وعدم الموت الصانع كل البرايا المنظورة وغير المنظورة ابن الآب الذي لا بدء له المساوي له في الأزلية وعدم الابتداء يا من لإفراط صلاحك لبست جسدا في الأيام الأخيرة وصلبت وذبحت من أجلنا نحن العادمي الشكر والفاقدي المعرفة وبدمك الخاص أعدت جبلة طبيعتنا المنفسدة من تلقاء الخطيئة أنت أيها الملك الذي لا يموت تقبل توبتي أيضاً أنا الخاطئ وأمل أذنيك إلي واستمع كلامي لأنني أخطأت يا رب قد أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقاً أن أتفرس في علو مجدك لأني أغضبت صلاحك إذ خالفت وصاياك وما أطعت أوامرك لكن أنت يا رب بما أنك غير حقودا وطويل العنات وجزيل الرحمة لم تسلمني لأن أهلك بآثامي متوقعا رجعتي على كل حال لأنك يا محب البشر قد قلت بوساطة نبيك إني لست أشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا لأنك أيها السيد لم تؤثر أن تهلك جبلة يديك ولا تسر بهلاك البشر بل تشاء أن يخلص الكل ويقبل إلى معرفة الحق فلذلك وإن كنت أنا غير مستحقاً للسماء ولا للأرض ولا لهذه الحياة الزمنية إذ قد أخضعت نفسي بجملتها للخطيئة وعبدتها للذات وعطلت صورتك لكن بما أني صنعتك وجبلتك لم أيأس من خلاصي أنا الشقي فأتقدم واثقاً بتحننك الذي لا يحصى فاقبلني أنا أيضاً أيها المسيح المحب البشر كما قبلت الزانية واللص والعشار والابن الشاطر وارفع عني حمل الخطايا الثقيل يا رافع خطيئة العالم وشافي أمراض البشر يا من تدعو المتعبين والثقلي الأحمال إليك وتريحهم يا من لم تأتي لتدعو الصديقين بل الخطأ إلى التوبة طهرني من كل أدناس الجسد والروح وعلمني أن أتقن القداسة بخوفك لكي إذا ما اقتبلت نصيب قدساتك بشهادة نقية لضميري أتحد بجسدك المقدس ودمك الكريم وأحواك ساكناً وثابتاً في مع أبيك وروحك القدوس نعم أيها الرب يسوع المسيح إلهي ولا يكن لي تناول أسرارك الطاهرة المحية لمحاكمة ولا أصير ضعيفاً بالنفس والجسد من تلقاء تناول إياها بعدم استحقاق
بل أعطني حتى نسمة الأخيرة أن أقبل بغير دينونة نصيب قدساتك لشركة الروح القدس ولزاد الحياة الأبدية ولجواب حسن القبول. أمين. صناعة خلاصا في وسط الأرض يا الله ملكنا. هللويا. بخوف من الله وإيمان آمين آمين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الذي باسم الرب. اقبل اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأن كاتوس كيروني على
قدرة سما علينا نور وجهك يا رب هللويا عن كل ما أعطاني هللويا يا فإن إلى الأبد إلى الأبد رحمته هللويا يا نفس الرب ولا تنسي حسناته هللويا يا فإن إلى الأبد إلى الأبد رحمته قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث الغير منقسم لأنه خلصنا كل حين الآن وكل آن وإلى آخر الدهر فلنستقم ونشكر ربي حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعذب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطيه نودع ذواتنا وبعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الاله. لك يا لأنك أنت هو تقديسنا ولك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان دهر الداهرين آمين. لنخرج بسلام للرب نطلب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا رب يا رب يا من تبارك الذين يباركونك وتقدس المتكلم عليك خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك قدس الذين يحبون جمال بيتك أن تشرفهم وذلك بقدرتك الإلهية لا تخذلنا نحن متكلين عليك بالسلام للعالم للكنائس للحكام لكل شعبك إن كل عطية صالحة كل موبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار لك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الداهرين آمين ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار ليكن
المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا أب. أيها المسيح الحقيقي بشفاعة أمك القديسة لكل تبرهارة وأبانا المتشحنة بالله والقديس يعقوب الرب والرسول الشريف والقديس جيورج الشفيع عهد الكنيسة المقدسة والقديسين الملكين العظيمين توجل قسطنطين ولاني والقديسين سبتين مثل يوكيم وحني والقديس كليوب والقديس يوحنا الذهبي الفم كاتب الخدمة الشريفة وجميع القديسين ارحمنا وارحمك الصالح والمؤمن صلوات أمام القديسين. أيها الرب يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا. آمين.